أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لنخرجنكم من أرضنا ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى يتجرعه.
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا
إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات
صحيح عليك. السماء
كشجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة وجدت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم
الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه إن الإنسان لظلوم كفار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه صدق الله.